لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من موسكو الباحث في علم الأدوية الدكتور مهند الخليل. دكتور مهند الخليل، أهلا بك في قناة المملكة. يبدو أن الجميع بات يتحدث عن هذه الأقراص، لكن لم يتاح فقط إلا بيانات صحفية، لم يتم نشر لربما تفاصيل هذه التجارب السريرية. ما هي هذه الأقراص دكتور؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. هي الأقراص حسب ما أعلنت شركة فايزر أنها فعالة بنسبة تصل إلى 98% عند الأشخاص الأكثر عرضة للمرض، وتكون فعالة بنسبة 89% بعدم دخول المشفى وتطور حالات مرض كورونا إلى الحالات الحرجة. يعني هي لحد الآن هي تصريحات الشركة المنتجة. طبعا المقالات العلمية والتفاصيل سوف يتم نشرها لاحقا، يعني يتم نشرها بعد 6 أشهر أو بعد سنة من بدء الترخيص، لأن هذه المقالات يتم تدقيقها وتعرض على لجان. لهذا السبب تكون المصادر قليلة جدا، ونحن الآن لدينا تلك مصادر الشركة. طبعا هذا الدواء دواء فعال، يعني 89% هي نسبة جدا جديدة، يعني كبيرة وجيدة جدا، وتحمي الأشخاص. وهو عبارة عن يعني دواء يعطى مثبط للإنزيم البروتين المسؤول على تكاثر فيروس كورونا، يؤدي إلى من إقلال أو إضعاف فعالية تكاثره أو إنهائه، وهو جدا مفيد ويحافظ على قدرة الجسم في تغلبه على هذا الفيروس. هل ستكون بديلا عن اللقاحات دكتور هذه الأقراص؟ طبعا يعني ممكن ان تكون بديله، بس ولكن يعني المعتمد الان اللقاحات هي افضل، ويعني وتعطى بشكل اكبر للجميع وتم دراستها بشكل افضل. ولكن هذا الدواء يكون فعال عند الاستخدام المنزلي، يمكن الوقايه يعني يقي من الاصابه. ونحن كمان نعلم الان يعني للاسف انه جائحه كورونا اصبحت جائحه موسميه، يعني سوف تتكرر، فيمكن استخدام هذا الدواء هو يعطى مع الادويه المضاده للفيروسات. كما ذكرت سابقا هو يثبط الانزيم البروتين المسؤول على تكاثر هذا الفيروس. لكن دكتور من خلال حوارك دكتور، يعني ربما هي فرضيات، يمكن هكذا او يمكن ذاك، وهذا يعني التنظير في جائحه كورونا حتى او فيروس كورونا حتى هذه اللحظه من كل العلماء والمنظرين بخصوص هذه الجائحه. طيب كيف يتم الاتكاء على هذا الدواء بانه مثبط بنسبه او باخرى، ولم يتم الحديث عن الاثار الجانبيه لهذا الدواء اصلا؟ طبعا لكل دواء ولكل لقاح او اي شيء معين يتم انتاجه في سبيل الصراع مع اي مرض معين له اعراض جانبيه، وهذه الاعراض الجانبيه تختلف من شخص الى اخر، ولكن نحن بالنهايه ناخذ النسب. يعني عندما يكون لدينا اعراض جانبيه 1 بال10 مليون او 1 بالمليون مقابل اصابات خطيره تصاب يعني 70 او 80%، فاكيد نحن سوف نختار النسبه الاقل والاضعف. يعني طبعا الاعراض الجانبيه ان كانت للدواء موجوده وان كانت للقاحات موجوده ولا يمكن الغائها ولا باي شكل من الاشكال. دائما هناك اناس لديهم حساسيه ضد انواع معينه من المضادات الحيويه، هناك اناس لديهم حساسيه تجاه بعض اللقاحات وتجاه بعض الادويه، ولكن نحن في حربنا مع هذا الفيروس بحاجه الى جهتين، جهه اللقاحات هي جهه فعاله وجهه تقاوم وتعطي مناعة مسبقة للشخص، والجهة الأخرى هي جهة الدواء. عندما الإنسان يمرض ولم يكن آخذا لهذا اللقاح، هذا الدواء يساعد في القضاء على هذا الفيروس. يعني بحسب خبرتك يعني دكتور، وأنت يعني في باحث في علم الأدوية، هناك أدوية على مر التاريخ في علم الأدوية سحبت من السوق لتسببها باختطار ما، وأنت أعلم بذلك، هل هذا التسرع يمكن أن يودي بالعالم إلى الهاوية؟ لا طبعا اكيد في امثله، ولكن هذه الامثله كانت بالثمانيات من القرن الماضي، بالتسعينيات، يعني وسائل العلم كانت اضعف نوعا ما. اليوم نحن لما نتكلم على شركه مثل شركه فايزر، شركه فايزر هي عملاق شركه الادويه في العالم، وهي يعني ليست بهذا الصدد، وعندما تصدر هذا البيان وتصدر دواء فهي تعرف تبعياته القانونيه ومسؤوليتها الانسانيه اولا والاخلاقيه وثم القانونيه. لا سمح الله اذا كان في خلل او تاثير على بعض الناس، يعني شركه فايزر ممكن تفلس، فاكيد هم مهتمين بهذا الموضوع. ولكن الموضوع بالثمانينات والتسعينيات لم تكن العلوم متطوره كما اليوم، اكيد 100%، فاليوم يعني هو صفى مثل سباق مع الزمن، تتطور الشركات نفسها، تطور نفسها وتقيم نفسها. اكيد كان بعض الادويه نحتاج الى 5 او 10 سنوات وحتى الى 15 عاما، ولكن اليوم الوسائل المتاحه لدينا هي وسائل يعني جدا متطوره، و
أدت هذه الوسائل إلى اختصار هذه الفترة الزمنية يعني. فأكيد لما شركة فايزر عم بتطرح أنه 89% فعالية هذا الدواء فكوني متأكدة تماما أن فعاليته 89%، لأنها يعني شركة تحترم نفسها أولا وأخيرا ولديها من الإمكانيات ومن المخابر ما لا يتخيله العقول يعني. فأنا دكتور مهند أيضا موديرنا وأثق بإنتاجهم هذا. دكتور مهند، يعني شركة موديرنا أيضا أخذت بالترخيص بسبب الجرعة المعززة، هناك من يذهب باتجاه الأدوية كشركة فايزر وميرك، وأيضا ها هي شركة موديرنا تبحث باتجاه أن تكون جرعة لقاح لكنها معززة. كيف يمكن المقارنة ما بين الأدوية والاتجاه بهذا الصدد أو الاتجاه والسير باتجاه الجرعة المعززة؟ والله أنا بصراحة أختار الدواء واللقاح، يعني الأفضل دائماً وأبداً. نحن بالمثل العامي منقول درهم وقاية خير من قطار علاج، يعني الإنسان الذي يريد أن يحمي نفسه يجب أن يأخذ هذا اللقاح، وخصوصاً الناس المعرضين للإصابة، الناس الذين لديهم أمراض بالضغط ولديهم مشاكل مع الوزن ومرض السكري والكبار بالسن، يجب أن يأخذوا هذا اللقاح لأن تأثيره أقل بكثير من تأثير مرض كورونا. هذا الموضوع. الموضوع الثاني، يمكن إعادة الإصابة بهذا المرض، لأنه هناك دائما وابدا تحورات جديدة، وفيروس كورونا تحول إلى مرض موسمي مثل مرض الإنفلونزا أو أي مرض آخر موسمي، فالإنسان سوف يعرض لهذا المرض. هناك لدينا حلين، بعض الشركات تقول يجب علينا أخذ جرعة معززة كل موسم حتى نحمي أنفسنا، وشركات أخرى تقول يجب أن ننتج أدوية للتغلب على هذا المرض. للاستفادة من خبرتك دكتور، للاستفادة من خبرتك دكتور مهند، ولفتني صراحتك الشديدة وأيضا إقحام خبرتك الشخصية بالإجابات، سأستثمر هذا الأمر وأقول لو كلمة أو نصيحة بصراحة ووفقا لخبرتك الشخصية وأيضا الدوائية، هناك ناس للأسف حتى هذه المرحلة لا يحبذون اللقاحات أو حتى الأدوية بخصوص كورونا ومشككون بذلك، ما الذي تقوله؟ عفوا أنا ما سمعت سؤال، بس ولكن يعني لكل شخص ما بيختار أنه يتلقح أو لا يحبذ هذا الموضوع فليذهب إلى المشافي وليسأل الأطباء وليسأل من كان بها عليمة، يعني عندما تصل نسب الإصابة بالرئتين بالالتهاب الرئوي إلى 50 فما فوق إلى 70 إلى 80%، يعني لا يوجد مجال، خلاص الإنسان ينتهي، وعدد للأسف عدد الوفيات يزداد يعني، وهذا الفيروس يزداد شراسة يعني ما بعرف لماذا. طبعا هناك بعض الناس الذين هم ضد هذا الموضوع وضد اللقاحات بشكل عام، إن كان لقاح كورونا أو لقاح أي آخر أي مكان يعني. طبعا أنا أحترم آرائهم، ولكن نحن اليوم يعني بمشكلة جدا كبيرة، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى القطاع إلى المناعة القطيعة والمناعة الاجتماعية حتى نحمي أنفسنا ونعزز مناعتنا يعني أنا اليوم لما ما بأخذ اللقاح أنا لا أضر نفسي فقط، وإنما أضر المجتمع ككل، يعني أنا بكون بجوز بعض الأحيان ناقل يعني، فأنا أتحمل مسؤولية غيري أيضا، يعني ليس مسؤولية نفسي فقط وإنما غيري. فيعني لا أدري هذا الموضوع يجب النظر إليه بجدية يعني وبمسؤولية لأنه الضرر عام على الجميع ليس على الشخص فقط، يعني أولا هذا الشخص يضر نفسه وهذا مرفوض وغلط، ومن ثم يضر المجتمع يعني هذا الموضوع. لا أدري لماذا هذه النظرية يعني، أو نظرية المؤامرة وهكذا نظريات يعني نظريات عديدة يتم الحديث عنها طبعاً. لذا وجب التنبيه من حضرتك وأيضا من كل ضيوفنا. من موسكو الباحث في علم الأدوية الدكتور مهند الخليل، شكرا جزيلا لك.